حاجه زي اضطراب الاكل، وده اللي حالتنا هتشرحه او هنسمعه في اللي تعرضته للحاله. اضطراب الاكل ليه اسباب كتير وانواع اكتر، بس احنا كنا حابين نوضح ان اضطراب الاكل هو اضطراب عقلي، وان الخروج منه بيكون عن طريق مختص او مختص تغذيه علاجيه او دكتور تغذيه علاجيه، والنظام اللي بيتحط لكل حاله بيكون على اساس الحاله دي بس وجسمها بس، يختلف من حاله لحاله. تاني حاجه كان هدفنا ان احنا نوعي ان مصدر المعلومه لازم يكون موثوق منه، لان حاليا مع الاسف معظم الشباب بقت بتاخد معلوماتها من السوشيال ميديا، او بمعنى اصح من الانفلونسرز والبلوجرز المؤثرين اللي الناس شايفاهم مثل اعلى، لان هم حياتهم شايفينها متكامله بسبب الفوتوشوب والفلترز والسفر وكده. فاحنا كنا حابين نوضح ان مصدر المعلومه لازم يكون موثوق منه، لان مع الاسف لو المعلومه اتاخدت بالذات على الجانب الصحي بيكون ليه اضرار كبيره زي برضو اللي حصل مع حالتنا.